شعورنا باللعب معهم كتير كتير جدا حلو، بنكون كتير مبسوطين واحنا بنعطيهم. انا يعني عن نفسي كميه الضغط وانه احنا تشردنا من الشمال لخان يونس لمركز ايواء رفح، كميه كتير ضغوطات كانت جواتي، صرت العب زي الاطفال، افرغ عن نفسي وافرغ عن الاطفال الموجودين حواليا. فتفاعلنا بشكل كبير مع بعض، فبنحاول نجدد الطاقه اللي جواتنا السيئه لطاقه ايجابيه. بدنا نطبع. حط الصور هيك. بس اوعوا كنت ملحق بعض. يلا يلا.